بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الصين لها مواقف داعمة للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وتطالب بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وأضاف شكري إلى أن مصر مستمرة في التواصل مع الشركاء الدوليين والمجلس الأوروبي لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة التي تحمل آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني. الصين طبعا دولة عظمى، دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تتخذ دائما مواقف داعمة للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ونستمر في التنسيق الوثيق معها. هناك قرار يطرح من قبل الجزائر كممثل عن الدول العربية لوقف إطلاق النار، الصين داعمة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات ورافضة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وصوتها بالتأكيد صوت مسموع وقوي، ومن الأهمية أن نستمر في التنسيق معها لتحقيق حقوق المشروع للشعب الفلسطيني.